ما الذي نقصده بأدوية سيولة الدم؟ متى نلجأ إلى تناولها؟ هل يمكن تناولها بدون استشارة طبية بهدف وقائي بحت؟ ما الذي تعمل عليه أدوية سيولة الدم من ناحية الجرعات، من ناحية الفاعلية ومن ناحية الأنواع؟ هل جميعها ينطوي تحت مظلة واحدة ونوع واحد أم تختلف باختلاف الداعي والحاجة لاستخدامها؟ اليوم ملف تفصيلي عن أدوية سيولة الدم مع ضيفي الدكتور أيمن حمدان، استشاري أمراض القلب والشرايين. حياك الله معنا دكتور أيمن. أهلا وسهلا فيك. شكرا دكتور أيمن. أدوية سيولة الدم، قبل أن نتحدث عن الأدوية، ما الذي نعني بسيولة الدم؟ هل هو الوضع الطبيعي للدم؟ مصطلح سيولة الدم معروف أنه الدم هو مادة لزجة فيها عوامل بروتينات وفيها صفيحات دموية اللي بتساعد على تخثر الدم. فمثلا إذا كان إنسان مستخدم سكين بيقشر برتقال انجرح، فإذا ما كان في عوامل تسبب تجلط للدم في هاي المنطقة فراح ينزف بطريقة كبيرة وشديدة. ففي بروتينات وبليتلت بنسميها أو صفيحات دموية، هاي تعمل على تخثر الدم حتى نوقف النزيف. في طبعا في توازن، هناك في مواد تساعد على إزالة تخثر الدم وفي مواد تعمل على تخثر الدم، لكن في جسم الإنسان هناك توازن. في بعض الحالات إذا كان في نقص في بعض هذه البروتينات أو العوامل ممكن هذا يؤدي إلى زيادة في نسبة التخثر أو في زيادة في نسبة السيولة. إذن قد يكون هنالك مشكلة صحية بحتة تؤدي إلى زيادة التخثر أو زيادة السيولة. كيف يمكن أن نحدد أن هذا المريض يعاني من تخثر مرتفع مثلا؟ هلا عادة يعني بصير مشكلة عند المريض أو بصير مثلا تخثر في القدم أو بصير عنده جلطات دماغية، بتكون في كثير منها ناتج عن زيادة في تخثر الدم. ممكن يكون ناتج عن عوامل وراثية أو ممكن تكون ناتج عن مثلا نقول إنه اللي بيسافر لفترات طويلة بالطائرة بيجلس على رجله أو بقعد حوالي 10-12 ساعة. هاي العوامل ممكن إنه قلة الحركة إنها تزيد في احتمالية تخثر الدم. بس عادة إحنا هدول بيجونا كمرضى عندهم شكاوي ويمكن تشخيصها. الآن في يعني بعض المرات إنه بيكون شغلة وراثية، في عامل وراثي مفقود قد يؤدي إلى زيادة تخثر الدم، أو عامل وراثي في ناس عندهم قابلية شديدة للنزف. بس عادة ما بنعمل إحنا مسح لهذا المرضى إلا إذا أجونا في مشاكل معينة. إذن يجب أن يكون هنالك شكوى رئيسية يتجه فيها المريض إلى عيادة الطبيب، وبالتالي يتم التنبؤ بوجود تخثر عالي أو سيولة عالية في المقابل. في أغلب الأحيان طبعا في مرات إحنا بنستخدم يعني علميا ودراسيا إنه المرضى اللي بيدخلوا المستشفى بيعملوا عمليات دماغية أو عمليات مثلا قلب أو بيضلوا بالسرير فترة طويلة، فهذه عوامل ممكن تساعد على أنه يصير تجلط، فإحنا وقاية ممكن نعالجها قبل حدوثها. قبل حدوثها دكتور، يعني تعطى أدوية سيولة الدم قبل التوجه للعملية ولا بعد العملية؟ هلأ بالعادة وهذا كيف دكتور ما رح ينفع يرفع عفوا النزيف خلال العملية؟ هي عملية محسوبة، يعني في دائما في مخاطر للنزف، لكن في طبعا تعطى هاي الأدوية زي ما تفضلتي بجرعات معينة يعني بعد استشارة الطبيب، بحيث أنه هاي أغلب أدوية المميعات إذا كانت الجرعة عالية ستزيد من سيولة الدم وبالتالي ممكن تحدث نزيف. نعم. إذا كانت الجرعة منخفضة ممكن إنه ما تكون مؤثرة. فيعني هي قياسات علمية تعتمد على طبيعة الجسم والوزن، في عوامل أكثر من عامل، فلذلك هاي يجب دائما أنها تعطى تحت الإشراف الطبي. الآن بالعادة بتعطى هاي العوامل أو الأدوية بعد العملية. لأنه قبل العملية والعملية إذا فيها عملية قص أو كذا فراح يصير تزيد نسبة النزف أكيد، وهذا شيء أكيد يعني بيحاولوا الأطباء قدر الإمكان تجنب حدوثه مع المريض. إذن دكتور، ما هي الأمراض التي من خلال الإصابة بها نلجأ إلى تناول أدوية سيولة الدم؟ طبعا هناك العديد من الأمراض، يعني مثلا في الأمراض اللي لها علاقة بالقلب معروف أنه رقم واحد المرض اللي هو الرجفان الأذيني. هذا المرض شائع جدا، وطبعا من أهم عوامل الإصابة بالمرض هي التقدم في العمر. هذا المصابين بهذا المرض
مشكلتهم انه الجزء العلوي والجزء السفلي من القلب لا ينبضان بتناسق، ففي الجزء العلوي يرتجف ولا ينقبض، هذا يؤدي الى تخثرات في هذه المنطقه من القلب، وطبعا في بعض الاحيان هذه التخثرات قد تنتقل الى الدماغ وتسبب الجلطات الدماغيه، وهذول يعني نسبه حدوث جلطات دماغيه عندهم بتكون 8 او 9 اضعاف الانسان اللي نبضه طبيعي. فهذه من اكبر الامراض اللي بنعالج فيها مميعات الدم. المرضى اللي بيحتاجوا الى تغيير صمام، خاصه الصمامات القلبيه المعدنيه اللي بتحتاج الى مميعات لفترات يعني طويله جدا، هاي من ناحيه. ناحيه ثانيه المرضى اللي بيصابوا بجلطات القدم والارجل او الجلطات الرئويه، هذا الاربع امراض تقريبا هم الركائز الاساسيه لاستخدام المرضى اللي اجروا عمليات في القلب مثل قلب مفتوح دكتور، بتناولوا ادويه سيوله الدم بعد اجراء هذه العمليات، ولكن هل يستمر تناول هذه الادويه الى امد طويل؟ هلا احنا لما نحكي عن الادويه، سؤال ممتاز. الادويه التي تساعد على سيوله الدم هي يعني قسمين او فصيلين. يعني في ادويه بتشتغل على الصفائح الدمويه الموجوده في الدم اللي بتساعد على التجلط، وهي هاي ليست بقوه المميعات اللي بنستخدمها اللي بتاثر على العوامل البروتينيه والفاكتورز. زي شو اسمها العلميه دكتور؟ مثلا عندك اللي بيشتغلوا على الصفائح الدمويه بنسميها زي الكلوبيديجرال او البلافكس او الباتيل او البريلينتا، هذول اخف من الاسبرين. هذول اقوى من الاسبرين. اقوى من الاسبرين طبعا. الاسبرين يعني فاعليته ليست بدرجه هذه الادويه. في بدايات عمليات القسطره وزراعه الدعامات كانت عندنا مشكله انه لما نحط الدعامه الجسم بيعتبرها جسم غريب. غريفه بيهاجمها انه بيحاول يغطيها او يجلطها. فيعني كان الاسبرين وحده غير كافي، فبعدين اجى ادويه بتشتغل على هاي الصفائح الدمويه حيث تمنع تجلط الدم. هاي جزء معين من الادويه، لكن الادويه الثانيه زي الورفرين او اللي بتشتغل على الفاكتورز او مثلا زي الزارلتو، هاي قويه جدا. هاي الادويه هاي بنستخدمها للرجفان الاذيني او بنستخدمها للصمامات، هي فاعليتها اقوى من فاعليه الصنف الاول. هلا مرضى القلب نعطيهم احنا اسبرين او المميع البلافكس او وما شابه، هدول على اساس انه الحفاظ على سيوله الدم وعدم تجمع الصفائح الدمويه انها تسبب جلطات. ما بنستخدمهم بالعاده الادويه القويه مثل الورفرين او الشائع بنسميه الكوميدين او الريفركسبان والادويه الثانيه. فهاي صنفين، ففي بعض المرضى بيفكر انه هذا ممكن يمشي محل هذا او هذا محل هذا، هذا الحكي غير صحيح. كل شيء موجه لغايه علاجيه معينه. نعم. اذا دكتور هذا يعني بانه طريقة تناولهم مختلفة والجرعة مختلفة من مريض لآخر ومن دواء إلى آخر. هلأ أكيد حسب نوع المرض وحسب طريقة العلاج، لكن يعني أغلب الأسبرين يعني جرعته تقريبا ثابتة. الأدوية زي البلافكس أو البريلينتا هذول برضو جرعات ثابتة. هلأ بالنسبة للصنف الثاني اللي يستخدم ثابتة دكتور طول فترة تناولها ولا ممكن تتخفض؟ لا، هي مصنعة بجرعة واحدة يعني. نعم. يعني جرعتها إذا بنعطيها لمحمد زي محمود زي كذا، فهي ثابتة بهذا المعنى، إنه ما فيها يعني ما في أسبرين أبلشوا على أسبرين أطفال بعدين أزيد الجرعة. لا، هي خلاص بياخذها، وهي يعني هاي من حسنات هاي الأدوية إنه تأخذ نفس الجرعة في أي مكان في الدنيا من أي طبيب. نعم. هلا القسم الثاني أو الفصيل الثاني كنا يعني بنحكي عن أقدمها هو الورفرين أو الكوميدين. نعم. نعطيكم لمحة بسيطة عن الورفرين اللي كنا نستخدمه في الجلطات في الأرجل أو جلطات الرئة أو بنستخدمه في الرجفان الأذيني. هو دواء يعني له أكثر تقريبا 70-80 سنة. طبعا دواء عريق. بس بداياته لو تعرف بدايات الهيستري تبعه هو كان يستخدم كمسمم للفئران والجرذان. يعني هو يوضع في مادة اللي بنحطها لتسميم الفئران، وهذه المادة بتسبب نزيف في الدماغ عند الجرد، فمنها اكتشفوا دوره بالضبط، فصارت انه استخدمها بالإنسان. مشكلة الورفرين انه دواء يعني
يجب أخذه بطريقة معينة. كل إنسان استجابة جسمه لهذا الدواء تختلف عن الإنسان الثاني، يتأثر بما نأكل وما نشرب. يعني مثلا إذا الإنسان بيشرب عصير رمان أو عصير التوت، هذا بيزيد من فاعلية هذا الدواء. بالمقابل في بعض الأكل الأخضر اللي بيحتوي على الفيتامين كاف كي، هذا بيؤدي إلى قلة فاعلية هذا الدواء. فهذا الدواء شو الإنسان بيأكل وشو بيشرب بشكل يومي بتأثر، حساس بالضبط. فهذا الدواء كان من مشكلاته إنه إذا كان مستواه في الدم قليل فهو بيكون قليل الفاعلية، لكن إذا ارتفع كتير ممكن يسبب نزيف، ممكن يكون نزيف معوي أو حتى نزيف دماغي. فهذا المرضى يعني كنا ننصحهم إنه دائما يعمل فحص دوري. يعني أنا كان يجيني مرضى يكونوا على الدواء وبقول له آخر مرة فحص بيقول لي ست أشهر، ما بصير، لأنه هذا الدواء إذا كان مستواه عالي ممكن الإنسان أي صدمة بسيطة يتسبب له نزيف. فطلعت الأدوية الجديدة اللي بتشتغل بنفس طريقة الورفارين أو الكوميدين، وجمال هاي الأدوية إنها حبة زي كيف الأسبرين، تأخذها وخلص، ما في داعي تفحص دم، ما في داعي كل اللي بدك إياه سواء السلطات أو الأشياء يعني الخضروات أو أي عصير ممكن يشربه. مع الأدوية الأخرى دكتور مثل أوميجا 6 مثلاً، هلا في كمكمل يعني غذائي، هلا يعني المكملات الغذائية ممكن كمان تزيد في تميع الدم. يعني الأوميجا ممكن تعمل تميع في الدم، في أكل ممكن يزيد تميع الدم زي الثوم، زي الزنجبيل، زي القرفه بالضبط. فهذول المرضى بده يكونوا حذرين. وبعدين في مرات كتير ما بصير انك تاخذ من يعني من صنفين مختلفات بيشتغلوا بنفس الطريقه، لانه اذا الانسان اخذ هذا الدواء فممكن يزيد قابليته للنزيف. اذا دكتور خلينا ننتقل الى ملف اخر وهو تناول النساء الحوامل للبيبي اسبرين بتوصيه طبيه، خصوصا اذا كان لديهن تجارب اجهاض سابقه غير معروفه السبب او ترتبط بالتخثر. وعلى الصعيد الاخر نجد ان النساء اللواتي يتناول موانع الحمل قد تكون بعضهن معرضه ايضا للاضطرار لاستخدام وتناول الاسبرين، في حين ان موانع الحمل بحد ذاتها قد ترفع خطر الجلطات. فدكتور ما مدى قناعتكم الطبية بأنه نعطي النساء الحوامل أسبرين، وشو مدى قناعتكم الطبية أنه موانع الحمل مع الأسبرين ممكن تؤدي إلى حدوث نزيف أو جلطات؟ أشكرك على هذا السؤال لأنه يطرح كثيراً. حقيقة أنه أخذ المرأة الحامل للأسبرين بدون أي أسباب سابقة هذا يعني إحنا مش معه ولا بشكل وقائي دكتور. ولا بشكل وقائي. هلأ بالنسبة للنساء اللي بصير عملية طرح خاصة بالأشهر الأولى، الثلاث أشهر الأولى من الحمل، هناك في دراسات بتقول إن ممكن يكون ناتج عن زيادة في تجلط الدم. فهذول النساء ممكن نعطيهم أسبرين أو حتى بعطوهم مادة يعني حقن تحت الجلد اللي بسموه مي اللوفينوكس اللي هو بيكون أقوى شوي من الأسبرين. هلأ بالنسبة لموانع الحمل، معروف إنه موانع الحمل قد تزيد من نسبة التخثر والجلطات، لكن أخذ الأسبرين معها هو بصراحة علميا شيء خاطئ، لأنه حتى هاي الجلطات بتكون ناتجة عن فاكتورز وبروتينات ما بيشتغل عليها أصلا الأسبرين. الأسبرين بيشتغل على الصفيحات الدموية، هاي الجلطات غير ناتجة عن تجمع وتجلط أو يعني تجمع الصفيحات الدموية، فهو غير فعال أصلا. بالنسبة للأسبرين خلينا بس بدي أحكي إنه قبل بجوز 3 سنين كنا إحنا كأطباء نعطي الأسبرين لكل إنسان، صحيح، لكن الدراسات الحديثة أثبتت إنه إعطاء الأسبرين بدون دواعي طبية هذا يعني كان يسبب حالات نزف وضرر أكثر من فائدة. فالآن عملياً أي مريض إذا ما عنده شبكية، ما عنده انسدادات، ما بنعطيه أسبرين. دكتور نجد الكثير من الأوراق العلمية يسعى فيها الباحثون إلى إثبات فعالية الأسبرين، وشغلهم الشاغل إنه كيف ممكن يعالج الكثير من الأمراض. ونجد أيضاً دراسات قد تكون ضعيفة لكنها تثبت أن استخدام الأسبرين لعلاج هذه الأمراض قد يكون محفوف بالمخاطر. أنت إلى أي مدرسة تنتمي دكتور؟ أنا أنتمي للمدرسة العلمية، يعني البحث اللي صدر من الولايات المتحدة قبل كم سنة وضع جواب شافي لسؤالك. أخذ الأسبرين بدون أي أسباب طبية
من أجل الوقاية هذا لغناء من الطب صراحة غير موجود. غير موجود. أكيد بتسمع إنه مثلاً في أشخاص لما تعرضوا لنوبة انهيار عصبي أو ملامح جلطة رأساً حبة أسبرين قبل ما يروح للمستشفى؟ هلا هاي يعني هاي إحنا بنتحدث عن أخذ الأسبرين بطريقة طويلة يعني ومزمنة. هلا إحنا بننصح إذا الإنسان مش يعني إذا مش عارف شو السبب شو اللي سوى عنده لو أخذ له 4 حبات أسبرين حتى بقولهم إنه يعني حاول يطحنهم تحت أسنانه عبين ما إنه يتشخص هاي ما فيها يعني ما فيها مشكلة. بس الناس اللي بتأخذ الأسبرين بشكل يومي وقائي لك انا عصبي بخاف عن جلطه باي بس مش بشكل يومي اذا بتاخذ بشكل يومي هذا له يعني بتسمع من المرضى انه بحكي لك انا عصبي بخاف عن جلطه فماشي على الاسبرين وقايه. علميا هذا الحكي غير مثبت وثبت عدم يعني الا في حالات معينه يعني ممكن مريض انه ما عنده مشاكل بالشرايين بالكذا بس عنده سكري السكري او مدخن او كل الشعب بيدخن فإذا عنده أكثر من عامل وإحنا خايفين عليه وحاسين إنه هذا يعني زي كالقنبلة الموقوتة ممكن. أما أخذ الأسبرين لمراق الطريق هذا هلا ثبت إنه هذا غير صحيح علميا يعني هذا مثبت. هو بيشتغل أكثر بعد عمر الأربعين دكتور يعني أو تزيد الحاجة إليه بعد عمر الأربعين؟ هو لأنه يعني حالات الأغلب الحالات أو نسبة الإصابة بالجلطات القلبية في الرجال بتزيد بعد مثلا عمر 45 أو بالنساء بعد عمر 55 فكنا إحنا أي واحد عمره أكثر من 45 نعطي أسبرين. هذا الطريقة العلاجية يعني علميا الآن أثبت أنها غير صحيحة. الأشخاص اللي بتناول الأسبرين لدواعي طبية بشكل يومي وبيلجأوا في بعض الحالات إلى تناول المسكنات التي قد تحمل أيضا خاصيات في إحداث سيولة للدم أو رفع سيولة الدم، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إحداث ضرر صحي متوقع دكتور؟ هلا يعني الأسبرين مميع وفي مثلا البروفين هاي كمان فيها والنابروسين هذه فيها كمان مواد ممكن تكون مميعة فمرات كثيرة ممكن تأثر على المعدة ممكن تعمل نزيف. والاستخدام الطويل للأدوية مسميها الأنسيد زي البروفين زي النابروسين هذا يؤثر على الكلي يسبب مشاكل بالكلى فإحنا لا ننصح. يعني من المشاكل إنه أنا ممكن بيجيني مريض بعطيه علاج لست أسابيع على أساس إنه لما يجيني يرجع راجعني أقول له خلص الدواء هذا وقفناه بتفاجأ إنه المريض ممكن يروح ويرجع لي بعد سنة وبروح على الصيدلية وبأخذ الدواء فبس أنا كخطة علاجية كان في دماغي إني بدي أعطيه لفترة معينة بس ما صار تواصل بيني وبين المريض أو أنا يعني إن بفترض إنه أنا كتبت له الدواء لست أسابيع إنه ما جدده من تلقاء نفسه وهاي بتصير كتير إنه المرضى يعني في مرة في مريضة عملنا لها عملية قلب فابنها بتصل علي بيحكي لي إنه أوه صاحبه بأخذ دواء مميع بزبط أعطيه لأمي فأنا لما اطلعت له وعك هاي إذا بتاخده لو كان من الفصيل الثاني اللي احنا ما بدنا اياه هي ممكن تصير عندها نزيف فدائما هاي الادويه يعني على انه الناس بتفكرها بسيطه لكن هاي ممكن تعمل نزيف دماغي ممكن تعمل نزيف داخلي يعني استخدامها بدون اشراف طبي هذا خاطئ. ما الذي نعنيه بالنزيف دكتور؟ ما هو شكل النزيف؟ يعني واحد بتناول الاسبرين بشكل خاطئ وانت حكيت بصير عنده نزيف، ايش يعني النزيف؟ هلا في نزيف في انواع من النزيف بيكون ظاهر النزيف الخارجي بس في نزيف مثل شو الخارجي دكتور؟ يعني انه زي الواحد يبين على البقع في الجلد او ممكن انه ينزف بحيث انه تشوف الدم. هلا مرات بيصير نزيف في الامعاء او في الجهاز الهضمي فبكون بطريقه يعني بسيطه بحيث انه انت ما بتشوفه يعني بده فحص مخبري عشان نشوفه لكن هذا النزيف بيكون بشكل مستمر ومتكرر بعد فتره بيصير كمية الدم اللي فقدها المريض كبيرة وممكن يجينا إنه شاحب أو إنه داخ أو إنه أغمي عليه نكتشف إنه بأخذ أدوية بس بنزف بطريقة مستمرة لكنها مش شديدة بحيث إنه تبين له. ونساء دكتور عندما يكون مثلا الطمث على شكل نزيف متواصل هل هذا يعني إذا كانت تتناول الأسبرين إنه في ملامح نزيف مرتبطة بالأسبرين؟ أكيد 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 نعم دكتور. يعني حتى الأسبرين الناس بتستهين فيها حتى الأسبرين بتأثر على الصفيحة الدموية لمدة يعني 8 أيام الحبة بتستمر مفعولها 7 إلى 8 حبة واحدة يعني بتشل حركة الصفيحات الدموية حتى هاي الصفيحة
إنها تموت. فيعني لذلك دكتور أنت وكأنك عم تحكي شيء بشكل غير مباشر بأنه أنت كشخص بتتناول أسبرين ضروري جداً لما تيجي تتناول أي دواء آخر أو تروح لمراجعة طبية تبلغ الطبيب بأنه أنا بتناول أدوية أكيد. مميعة. هاي إحنا دائماً ننصح المرضى أنه لما يجينا يجيب معاه يا أما الأدوية أو صورة يصورها على تليفونه ويجيب لنا إياها. بتذكريني أنت بنقطة مهمة، مثلاً مادة الورفارين أو الكوميدين المميع الدم. نعم. هلأ علمياً مثبت أنه حوالي 500 دواء ممكن يأثروا عليه، إنه ممكن يزيدوا مفعوله أو يقللوا مفعوله. نعم. فدائماً يعني دائماً إحنا لما نعطي المريض دواء بنحب نعرف شو الأدوية الثانية، هل إنه هاي الأدوية ممكن، يعني في أدوية لما نعرف إنه المريض بخدها ممكن أقلل الجرعة، لأني بعرف إنه هاي الأدوية بتأثر على الكبد وبتخلي مفعول هذا الكوميدين أعلى أو بتخليه منخفض أكثر، وهاي الحكي ممكن يكون يمشي على مضاد حيوي. يعني انت ممكن تاخذ مضاد تروح على دكتور تاني يعطيك مضاد حيوي لاسبوع والطبيب ما بيعرف انك ماشي على مميع. نعم. هذا يؤدي الى ممكن حاله نزيف. شغله ثانيه، هذول المرضى يعني لازم يكونوا حذرين، يعني لما نحط المريض على المميعات القويه حتى الرجال بنقول لما يحلق يستخدم الجهاز الكهربائي ما اللي ما بيعمل جروح. ايوه بالضبط. ودائما المريض اذا بده يروح يعني بده يروح على طبيب الاسنان بده يخلع سن بده يخلع طاحونه ضروري جدا انه خبر الطبيب انه انا ماشي على مميع كذا وكذا. ليش؟ لانه ممكن ياجل له البروسيجر وممكن انه ياخره ليوم يومين ويقول له وقف هذا الدواء. حتى توقيف هذه الادويه تحتاج الى دائما استشير الطبيب اللي كتب لك الدواء. نعم. لانه هو اعرف ليش كتب لك اياه وهل في امكانيه، لانه في مرات كثيره اذا كان المريض باخذ مميع عن طريق الفم عشان نوقف له اياه لازم نعمل ايش بنسميها بريدجنج، انه يعني نعطيه شيء حقن الى حد معين قبل مثلا يوم او يومين من العمليه. فهي شغلات يعني مهمه جدا. دكتور ايمن حمدان استشاري امراض القلب والشرايين، شكرا جزيلا على المعلومات المهمه والاضاءه الهامه اللي قدمتها اليوم حول الادويه المميعه للدم. شكرا لحضورك ايضا معنا دكتور ايمن. يعطيكم العافيه، شكرا لكم.